القنصلية العامة بمارسيليا واحد من أهم المكاتب القنصلية لدى الجالية الجزائرية بفرنسا، أين قامت بتوفير أجواء خاصة مليئة بالروح الوطنية وحب الوطن الأم. على غرار كل المكاتب القنصلية، تضاعف الإدارة جهودها في موسم الاصطياف، وبفضل القرارات التي اصدرها الرئيس والتي تنص على تسهيل الإجراءات التي أصبحت أسهل. أما المهمة الأخرى فهي مراجعة القوائم الانتخابية في فترة الطعون. تتلقى مكاتب القنصلية العامة الجزائرية في مارسيليا كل يوم طلبات تسجيل على القوائم الانتخابية، وكل المكاتب مسخرة لتحسيس الشباب الذين لم يسجلوا للتسجيل والمشاركة في الانتخابات المقبلة. بالإمكان المراهنة على إجماع المواطنين حول ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة. قوموا بلادكم، عطوا النيف لبلادكم، حنا نقولوا عندنا النيف النيف النيف، ها هو الوقت باش يجي عندكم النيف. يجب على الذين ينتمون إلى الجزائر المشاركة في الانتخابات في بلادنا. لقد سجلت في قنصليتي وأنا معتاد على التصويت، وهذه السنة سنكون بأعداد كبيرة. Vous soutenez le pays, les jeunes. Allez-y, allez-y voter, venez tous, vieux, jeunes, tout le monde doit voter. بالنسبة للذين يتعذر عنهم الحضور، فبإمكانهم إجراء تفويض قبل 3 أيام من يوم التصويت.